اليوم اختبار بدني. اختبار اليوم بدني. اول تيست عملناه باش نقيم المستوى نتاع الملعب، وعلى حسب المستوى اللي نحصل عليه يعطينا برشا معطيات عليه نبنيو البرج نتاع التحضيرات. والبرمجه هذيك كيفاش باش تتم يعني المراحل نتاعها؟ تم فونكسيون تاع ليزيشونس تاع الماتشات. انا ماتش كوب لو 4 ظهر لي لو 2 لو 3 يمكن النجم يكون لو 4. تم حسب برشا معطيات. المعطى الاول هو الامكانيات الحاليه تاع اللاعبين، المعطى الثاني هو يعني ليزيشونس. بالنسبه توا سمعني فما تربص باش يصير الخدمه كيفاش تكون في هذيك سبيسيفيسيتي نتاعها؟ الخدمه شكون حسب المعطيات اللي حصلنا عليها في الاختبارات من ناحيه، وحسب النقائص كل لاعب وكل شنو النقائص نتاعو يعني نركزوا اكثر على سبيسيفيك حسب يعني حاجيات كل لاعب وحسب متطلبات اللاعب. يعني شكون فما التغنوص سيغتينمون ما بين تو سكي تكنيك وفيزيك؟ فيش كلام، هو اكثر منه فيزيك معناها سي لا بيريود بريباراسيون بار اكسيلون، دونك لي بارامتر اكثر من فيزيك. وهذا اكبر اشكال يعني بعد توصل للاعبين لكل فرد مستوى، دونك تستخدم برشا جروبات فهمني كل جروب حسب امكانياته. سي بكر هنا فما خدمه بسيكولوجيك تصير يعني نحكيو ياسر مع الجوار في البريود هذايا نتاع التحضيرات. صحيح صحيح، والفاكتور مونتال عنده قيمه كبيره تو يعني كبيت تاع المحترفين كبار في معد ذهني الى جانب المعد البدني فهمني. دونك الجانب الثاني بالطبع احنا في تونس ما عندناش، دونك نحاولوا اون كومبونس نو بصفه عامه الاطار الفني بصفه عامه يحاول باش يحاول يتناول بعين الاعتبار الجانب هذا الجانب الثاني النفسي. اصعب فتره يمر بها الملاعب في السيزون هي هذه، كيفاش توصلوا له يعني اللي يلزم هو يربح هالبونيوس نتاعو نتاع سيزون كامل؟ كيفاش والله شوف لعبة كرة القدم لعبة جماعية، لكن للأسف اللاعبين يختلفوا. فما لاعبين عندهم إمكانيات فنية كبيرة برشا ما يحبوش يخدموا يعملوا على الفنية أكثر، فما اللي مستواهم الفني معناها متوسط أوبتيمال لكن يخدموا فيزيك. نحاولوا باش نقربوا الناس كل بعضها فهمني، شكون في الوقت اللي تبدا البطولة تقريبا الناس كل تبدا متقاربة لبعضها ويكملوا بعضهم زيادة فهمني.